السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، الموت يفاجئ الفنانة المغربية فؤاد الإنسان اللي يزيد وغالي على قلبها واللي هو الأخ ديالها. فخليكم معايا اختي باش تعرفوا شكون هي الفنانه اللي توفى ليها الاخ ديالها، وتسمعوا مسكينه شنو نزلات على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ودعواتكم مع اختي بالرحمه والمغفره، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، والله يثبته عند السؤال ويجعل مأواها الجنه ان شاء الله يا رب. فوجعت الفنانه المغربيه شيماء جاهد يوم السبت بخبر وفاه شقيقها، حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. ونشرت الفنانة المغربية شيماء جاهد صورة شقيقها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على الإنستغرام، أرفقتها بتعليق تكشف من خلاله خبر الوفاة. ووجهت شيماء جاهد طلبا لمتابعيها ومعارفها من أجل الدعاء بالرحمة والمغفرة لشقيقها، وكتبت: أخي في ذمة الله، دعيوا لي مع خي حبيبي حياتي. وبكل حزن نزلت ستوري آخر كتقول فيه: تقام صلاة الجنازة على الفقيد تغمده الله بواسع رحمته يوم غد الأحد، وذلك بعد صلاة الظهر إن شاء الله. وستنطلق الجنازة من منزل المرحوم بمدينة الرباط بحي الرياض. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. فإن لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة للفنانة المغربية شيماء جاهد والعائلة ديالها، الله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يجعل محبته صبر. دعواتكم مع أخوتي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، والله يثبته عند السؤال ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله يا رب. فهنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.